هل في الساعات الأخيرة دي حصل أي تواصل مع محمد صلاح سواء من الاتحاد أو من الجهاز الفني لمنتخب مصر؟ انا مع من الاتحاد ما عنديش المعلومه، اعتقد لا، لان الامر مطروح للجهاز الفني. النهارده كان عندنا اجتماع مجلس اداره، كان موجود الكابتن حازم امام موجود فيه، وكان كابتن محمد بركات موجود فيه، وكلنا كنا موجودين. تمام، لاول مره يعني نجتمع من فتره طويله بعد ما كابتن حازم كان طبعا الاصابه بتاعته الحمد لله خف وظهر في برنامج تلفزيوني لاول مره برضو، لان الناس كانت تقول لك حازم امام فين؟ نقول يا جماعه حازم من يوم ما جه من كوت ديفوار بيمر بازمه صحيه شديده جدا، ما كانتش الناس مصدقه. اول مره يظهر كان الخميس اللي فات، النهارده كان موجود في اجتماع مجلس الاداره من اوله لاخره. وبرده الكابتن حازم انت عارف علاقته ب مع بكابتن محمد صلاح علاقه طيبه جدا جدا، علاقته بالتوأم كويسه جدا. والنهارده كابتن حازم هو في الاجتماع اكد على كده وقال يا جماعه احنا معانا اثنين من نجوم مصر، وان شاء الله احنا متفائلين بهم خير جدا. وانا اعتقد ان هيكون في تواصل من الجهاز الفني مع كابتن صلاح، ممكن اسال كابتن ابراهيم حسن فيها تواصل ولا لا، بس اكيد في تواصل، وان شاء الله ان لم يكن يبقى اكيد في تواصل خلال الساعات القليله القادمه. طيب، لان زي ما بقول لك احنا لازم نكون اكثر ناس حرصا على محمد صلاح.